الهدف من المعرض هو ببساطة ملتقى للجامعات، الكليات، أكاديمية الطيران والمراكز الثقافية إن كانت محلية وأجنبية، لا لقاء الزوار أو لا لقاء الطلاب مباشرة. فالطالب أو الزائر بيقدر يقابل الممثل ويسأله عن أو يسألهم عن البرامج المطروحة، مطبات القبول، كيف التسجيل، إذا في خصومات خاصة. فالطالب التوجيهي بشكل خاص خاصة بهالفترة، ممكن امتحان الشامل اللي نتائجه طلعت اليوم، بيقدر يقابلهم ويعرف إيش الخطوة الثانية من ناحية إنه يدرس في الأردن بعد الثانوية أو بعد الشامل أو يكمل في الخارج. معرض الأردن الدولي للطلبة الثانوية هو حدث تعليمي بيجمع أكثر من 25 مشارك من أكثر من 7 دول، منها محلية وأجنبية، محليا وأجنبيا بمشاركة جامعات، كليات، أكاديمية الطيران، بالإضافة لسفارات أجنبية. والمعرض هي فرصة للزائر ولا أمورهم كمان لا يقابلوا ممثلي المشاركين من مؤسسة تعليم عالي محلية وأجنبية وعربية، حتى يسألوهم ويستفسروا عنهم عن التخصصات الموجودة عندهم، كيفية التسجيل، التقديم، طلبات القبول وفرص الخصومات أو المنح الجزئية عندهم. أشرف سيد إمام من مصر، جامعة المصرية، جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، برضو بعد الجامعات الحكومية مفتوحة للطلاب الوافدين. الجامعات الخاصة السنة دي عاملة للطلاب الأردنيين خصم 25% على المصروفات، فطبعا هي مفتوحة للطلاب اللي هم عايزين يخشوا بشري. لو عايزين يخشوا جامعات حكومية، الحد الأدنى للقبول في البشري 87%، للأسنان 85%، باقي الكليات 80%. طبعا في بعض الطلاب نفسهم مثلا يخشوا في بعض كليات الطب ومجموعهم ما بيلتحقش بيها في الاردن، او مجموعهم ما يدخلوش في الاردن، فبيدور على جامعه في دوله. فطبعا احنا جايين ندي الفرصه للطلاب اللي هم عايزين يسجلوا عندنا في مصر. لا احنا طبعا سفاره ماليزيا كملحقيه ثقافيه موظف فيها، احنا انا مشتركه بال يعني او مسؤوله عن البروموشن، مشاركين بهذا المعرض حتى نروج للجامعات الماليزيه. يعني هلا ماليزيا عم تعمل قفزه كبيره بمجال التعليم ومجالات ثانيه. هلا انا اللي بيهمني طبعا كمجال التعليم واني القي الضوء على هذا الموضوع، وخاصه هلا النتائج التوجيهي، فبدنا نعمل زي لمحة عن التعليم في ماليزيا ونشجع هذا الموضوع، نشجع الطلاب إنهم يكملوا دراسة في ماليزيا، لأنه ماليزيا تركز على موضوع التكنولوجيا والتعليم والهندسة والنظام العملي عندها أكثر من النظري. فحابين يعني إنه نلقي الضوء، وزي هيك معارض عم بتتيح لنا فرصة إنه نجذب أكبر عدد من الطلاب. أجي أشوف هنا الدول المختلفة من تركيا وفي قبرص في بيلاروسيا، واستطلع عن التخصص اللي انا بدي ادرسه اللي هو الطب. فحبيت استطلع عنه اشوف، وعلى الاغلب انا حاب ادرس برا، بدي اتعرف على فكر ثاني، شعوب ثانيه، شيء زي هيك.